الحراس يعني اكثر من حارس برز هالموسم، مثل ما قلت انت الصعنون او سليمان او حتى اكثر من حارس، يعني كلهم قدموا مستويات خاصه بنص الموسم الحين، يعني قدموا مستويات جدا كبيره. زي خالد، لو دام جبنا طاري الحراس بنتكلم حارس كبير مثل خالد الرشيد، الجماهير دائما تعول عليك شيء كثير، جمهور القادسيه دائما يرشحك ان خالد الرشيد الحارس الاول بالكويت او الحارس الافضل، او على الاقل ليش ما نشوف خالد الرشيدي في المنتخب؟ شنو السبب اللي يمنع وجود خالد الرشيدي على المنتخب الوطني؟ والله شوف، الاسباب انا ما اعلمها، لكن في الوقت الحالي طبعا تركيزي حاليا يصب كل نادي القادسية طبعا، والمنتخب الكل حادث حديث ان شاء الله. يعني ما تعلم شنو عدم سبب ضمك للمنتخب؟ انا ما اعلم، مثل ما انت ما تعلم انا ما اعلم، لكن الحراس كلهم فيهم الخير والبركة، وكل حارس يتمنى مثل منتخب الوطني، وطبعا الحراس ما منهم اي قصور. بس خالد، لو نتكلم صراحة، عندك مشكلة مع شخص في الاتحاد؟ حاليا لا، حاليا بالاتحاد كامل لا، ما عندي اي مشكله مع اي شخص. جاهز للانضمام للمنتخب؟ لا، طبعا الامر يعود للجهاز الفني والاداري، لكن لا في كلام بقلبك خالد؟ ما ادري والله ما ادري، بالعكس الحراس فيهم الخير والبركه ومقصرين، يعني سليمان، حميد، حتى حسين كنكوني، محمد هادي، طبعا كلهم حراس مميزين وكلهم قاعد يقدمون مستويات كبيره وقاعد يعني يؤدون حتى فوق طاقتهم يعني للامانه. خالد الرشيدي، هذا الموسم الاخير لك مع القادسيه، الجماهير تطالب مجلس الاداره في سرعه تجديد خالد الرشيدي. والله شوف، مثل ما انت عارف يعني طبعا عقدي مع القادسيه ينتهي هالموسم، طبعا اتفاق بيني وبين الاخ العزيز فواز الحساوي، وهذا اخر موسم وان شاء الله راح اكون موجود ان شاء الله بالقادسيه. يعني في كلام على تجديد العقد؟ للحين لا والله ما في، بس ان شاء الله خالد يبي القادسيه. لا ان شاء الله، يعني هذا عرض طلب مثل ما تعرف، عرض طلب، وبالعكس انا مرتاح حاليا في القادسيه، وبعد نهايه الموسم الكل حدث حديث ان شاء الله.